اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا دعانا وفرج عن أسرانا ومرضانا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة الأولى من دعاء الجوشن الكبير نقرأها متابعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا الغوث الغوث خلصنا من يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات. سبحانك
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان. سبحانك يا يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاذ كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانه لقضاء الحوائج يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحان يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء،
يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل ويا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحان. الغوث الغوث يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غناهي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا. يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين. توجد في هذا الدعاء العظيم فقرات لا بد للعبد أن يتأمل ويطلب حاجته. سألوا الله أن تقضى حوائجكم لشفاء المرضى لفكاك الأسرى لتخليص العلماء من هذه المحنة ولا سيما شيخنا الجليل.
يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا الغوث الغوث، خلصنا من النار. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن، يا مكون يا ملقن، يا مبين يا مهون، يا ممكن يا مزين، يا معلن يا مقسم. سبحانك يا يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه،
يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التهاو، يا خالق الخال، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحان اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي، يا غني يا مليء، يا حفي يا رضي، يا زكي يا بديع، يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك السير، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحان يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدم، يا مدبر يا مطهر، يا منور يا ميسر، يا مبشر يا منذر، يا مقدم